يا كابتن همام. نعم. ثانية واحدة بس. الكلام ده كله يعني احنا بنقوله من بداية الموسم، ولكن مش هي دي النقطة. النقطة ان انا بدخل الموسم بهذا الشكل اصلا، النقطة ان انا عندي ماتشات وبطولات راكبة على بعض بتوصل لي ان انا عمال ادعي دلوقتي قاعد على الهوا بقول يا رب ما يجيليش إصابة، يا رب اللعيبة بتوعي منهكة. ما هو ده مش كرة قدم، ده مش طبيعي. انا دلوقتي لما اجي اقسم بطولاتي لازم اقسمها بشكل اخر، مش معقول. يعني الموضوع برضو النهارده الواحد لما بيجي يتكلم ويشوف المشهد من بعيد مش كده. يعني ما هو ده كان نتاج طبيعي، عارف حضرتك، ده نتاج طبيعي لسلسله الامور اللي احنا ماشيين فيها والشكل العام. ما هو برضو ده غريب. انا معاك يا نهواندي ان احنا اداريا بقى لنا 30 40 سنه طب وبعدين خالص عن القصه دي. احنا بنبعد قوي النهارده انت تالت موسم بيتلحم ورا بعضه، فطبعا لصالح مين؟ هنقعد ندعي كل موسم لصالح مين؟ فانت النهارده مش عارف، والسنه الجايه يا رب نتمنى نخلص بدري عشان نبدا بدري. بالظبط. فالاجهاد ده سبحان الله، يعني انا مريت بالظروف دي وانا لعيب منتخب، كنت نفس الظروف، بطلع من المنتخب بروح للنادي، من النادي بروح لافريقيا. بس ما كانتش بالكم بقى دلوقتي. ما كانتش بس بالضغط على المجموعه اللي موجوده بهذا الشكل. لان انت برضك يا كريم النهواندي في بعض اللعيبه الدوليين احنا مش لاقيينهم، عايزين نرجعهم مش عارفين نرجعهم. قفشه ومحمد شريف اللي كانوا مؤثرين معانا بشكل كبير جدا. يعني قفشه الاستشفاء ده جسمانيا ونفسيا يلحقوا اللعيبه يعملوه قبل لقاء السنغال الاول؟ ما هم بيحاولوا يا كريم، هم بيحاولوا برضه. طب قول لنا بخبرتك برضه. انا وكريم والناس سمعنا كابتن همام حضرتك بتقول حصل حاجات مشابهه، كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني انا عايز اقول لك حاجه، مثلا وانا في البطولات الافريقيه ديت خامس مباراه لينا اللي كانت قبل السنغال كان ساحل العاج، انا قلت حجازي هيتعور، فالناس قالت لي يعني انت، قلت لهم انا كنت مريت بنفس الظروف، ثلاث بطولات كنت بتعور في المباراه الرابعه او الخامسه. لان كل ثلاث ايام مع الحراره مع الرطوبه مع قله الاكل مع الملاعب التعبانه دي فانت معرض للاصابه. فقالوا لي الله، يعني انت، قلت لهم لا يا جماعه انا بقول لكم عن تجارب عشناها. فانت النهارده ساعات بنقصوا على اللعيبه، ايه ده المستوى ده وايه الاداء ده؟ ما هو اللعيب برضك مش ملاحق، اصل انت ثلاث ايام مظبوط. ثلاث ايام يا كريم يا نهواند انت لسه بترجع، بعد ثلاث ايام ربع يوم بتبدا تحس بنفسك يعني. أيوه. خامس يوم بتبدا تخش، سادس يوم العب مباراه، ده اللي كان موجود ايامنا احنا. فالنهارده ثلاث ايام 72 ساعه وبعدين هوب مباراه 90 دقيقه مع خصم مريح، ما عندوش افريقيا زيك. أيوه. ما عندوش ارتباطات دوليه زيك، ما بيلعبش في المنتخب، فقعد مريح فرصدك، خصوصا بقى انه هيلعب قدام الاهلي، هيظهر في التلفزيون، هيوكل الشورت، هيكون فانيلا، هيوضب التسريحه بتاعته، هو متعايش معاك عشان مباراه الاهلي. السوشيال ميديا هتتكلم على المباراه، النقاد ممكن نروح المنتخب من خلال لقاء الاهلي. كنا عقود احتراف. فانت النهارده كل ده بالظبط يجي العقود، انت كل ده محطوط تحت ضغط، يعني مش قادر تتنفس. فاحنا برضك يعني بنعذر اللعيبه دي، وانا بحيي جمهور النادي الاهلي ان جمهور النادي الاهلي عايش الاجواء دي وعارف ان اللعيبه ده ياما فرحته. طبعا ياما فرحته وياما هتفرحه. احنا عايزين فيقول لك ايه، ما اضغطش عليهم. انا زعلان، كلنا زعلانين ومتضايقين على الاداء امبارح، كنا المفروض نكسب، لكن بترجع تقول ايه، ما هو ان شاء الله باذن الله احنا مطلوب اول وتاني، احنا قادرين ان احنا نوصل ان شاء الله اول وتاني، وبعد كده يبقى في الشغل الشغل.